عصابة ايبي فيديو، ايبي فيديو جانج، وفيديو جديد. طبعا فيديو النهارده جاي اتكلم عن برومو اعلان رامز جلال، وهو طبعا اسم البرنامج رامز مجنون رسمي، اللي هو هيتعرض على شاشات التلفزيون في رمضان 2020. طبعا كل الناس ما كانتش تتوقع اللي هيحصل من رامز السنه دي، او انا ذات نفسي اتكلم عن نفسي، انا ما كنتش متوقع اللي المقلب هيبقى كده، او الاعلان يعني الاعلان وضح لي المقلب هيبقى عامل ازاي. حاسه كده مش اللي هو حاجه بريفكت، حاجه عاليه، مع انه جايب فنانين زي فنانين هم مشهورين على الساحه دلوقتي في 2020 زي حمو بيكا، حسن شاكوش، مش عارف ممثلين. دي مش مشكله يعني، بس اللي انا شايفها اللي هي اللي دي حاجه تاكد لك ان الموضوع ده كله فيك، ان هو في ممثلين بيجيبهم جابهم من 5 سنين، مش من 5 سنين، انتوا كده مش تفهموني كويس. المشكله او الحاجه اللي تاكد ان الموضوع ده فيك اللي هو في ممثل جابه السنه اللي فاتت، وجابه السنه اللي قبلها، وهيجيبه السنه دي. يعني هو كل ده معرفش، انا مش فاهم. وغير كده كل الناس ديت بدهم مدفوع لهم فلوس عشان يطلعوا يمثلوا معايا في المقلب، او هو ممكن يكون قال لهم تعالوا في مقلب، بس مش بيقول لهم انا هعمل فيكم ايه، او هعمل مقلب فيكم ازاي. فهو ده الموضوع يعني. بلاش يا جماعه، بس يعني الواحد يفتكر ان الحاجات دي بجد يعني، بلاش تلعبوا بعقولنا. بس فاهم، الحمد لله الشعب المصري فاهم. وغير كده فكره البرنامج بتاع رامز جلال السنه دي هتبقى اللي هي فكره رعب، اللي هو حاجه مرعبه كده يعني، مطلع شخصيات رعب وملبس وشوش وكده، لابس وش رعب عشان يخوف الناس، وقعدهم على كرسي. ده اللي شفته في البرومو طبعا، والناس بتزحلق من على السلالم وبيقول لك قانون شعر ازرق مش عارف ايه حاجات كده. انا الصراحه انا كانس كشخص بشخصيتي انا مش هشوف غير حلقتين ثلاثه وسلام عليكم. بس انا مش حابب ان انا اشوف حاجه زي كده يعني. ممكن السنه اللي فاتت كان كويس، السنه اللي قبلها كان حاجه كويسه برضه، كنت احس ان هي حلوه، بس كل سنه بحسه مش بيتطور، بحسه بينزل لتحت، بيعمل حاجات كده ما فيهاش شغل، مش اللي هي يعني مش عاجبني. دلوقتي واحد يقول لي بقى انا مالي برايك، مش مالي برايك والشغل دوت، متى دخل على الفيديو ليه؟ مش فاهم يعني. وطبعا من ضمن الفنانين اللي هو هيجيبهم حسن شاكوش وحمو بيكا، مغنيين تانيين على ما اظن يعني، عمر كمال اكيد هيجيبه في المقلب دوت. طبعا يعني هيبقى، انا شايف ان البرنامج هيبقى مش كويس جدا السنه دي، وهنشوف دوت اول يوم رمضان وتاني يوم وتالت يوم. انا هشوف بتاع 3 حلقات كده، حلقتين بالظبط يعني، ومش هشوفه تاني اصلا، لان انا مش حابب اتفرج على برنامج رامز جلال. في برنامج اسمه قلبي اطمئن، ده احسن من رامز جلال، ودي ده مش سبونسر، انا من حبي في البرنامج اللي انا بحب اتابعه انا بقول لكم خشوا اتفرجوا على برنامج قلبي اطمئن. برنامج يعني شخص اسمه غيث بيساعد الناس وبيعمل خير وكده، وبيوعي الناس انها تعمل خير، فادخل تابع دوت بدل ما انت بتتابع رامز جلال. وده هتلاقيه بيجي على التلفزيون وبيجي على اليوتيوب في نفس الوقت، يعني حاجه كويسه جدا. وغير كده بقى في حاجات كوميديه كده تيجي على التلفزيون برضو، المسلسلات الكوميديه دي ممكن اشوف منها شويه، اللي هو اضحك شويه رفع عن نفسي وبس كده يعني عادي. وغير كده طبعا ما ننساش طبعا اللي فيه صلاه التراويح في رمضان، ولازم نهتم بالصلاه والصوم وقراءه القران. بس كده ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير للفيديو. بس كده كان معكم اي بي فيديو، اي بي فيديو جانج. سلام.